مشاهدينا الكرام، العناوين. رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد يلتقي برئيس رواندا بول كاغامي في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الرواندية كيغالي. وزيرة الدولة للشؤون الخارجية تجتمع مع نائب وزير الخارجية السعودي. توقيع اتفاقية توأمة بين عاصمتي إثيوبيا ورواندا. الخطوط الجوية الإثيوبية تحتفل بالذكرى 78 لتأسيسها برحلة خاصة إلى القاهرة. وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من نهاية أمهر الإعلامية إليكم نشرة الأخبار، كونوا معنا. التقى رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد يوم السبت الماضي رئيس رواندا بول كاغامي، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الرواندية كاغالي. وبحث الزعيمان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الزراعة والبنية التحتية والتعليم ومجالات أخرى. وعرب رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في تغريدة عبر منصة الإكس عن شكره لكاغامي على الترحيب الحار في كيغالي، مشيدا بالتطور الذي تشهده رواندا ومجهوداتها المستمرة نحو التقدم. وأكد رئيس الوزراء أن إثيوبيا ورواندا يبذلان جهودا كبيرة في مجال الزراعة ويستلزمان التعاون في توجيه الجهود الإيجابية إلى المنطقة. يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد وصل صباح يوم السبت إلى رواندا في زيارة عمل حضرت خلالها الذكرى 30 للإبادة الجماعية ضد التوتسي. اجتمعت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السيدة برتكان أيانو والوفد المرافق لها يوم الأحد مع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي في العاصمة السعودية الرياض. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة سبل إعادة المهاجرين الإثيوبيين غير الشرعيين من المملكة العربية السعودية. وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن وفدا برئاسة وزيرة الدولة بالخارجية برتكان أيانو سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية لتسهيل عملية إعادة حوالي 70,000 مواطن إثيوبي يواجهون ظروفا صعبة. تم توقيع اتفاقية توأمة تاريخية بين العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والعاصمة الرواندية كيغالي بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة وحيوية. تشمل الاتفاقية التعاون في مجالات التخطيط الحضري، إدارة النفايات، دعم الشباب والرياضة، السياحة البيئية، تحسين إدارة المرور وتجديد الساحات العامة. وتسعى الاتفاقية أيضا إلى تعزيز السياحة البيئية، حيث ستعمل البلدين سويا على تسويق معالمهما السياحية الطبيعية والثقافية وجذب المزيد من الزوار الوافدين. وبالإضافة إلى ذلك ستركز الاتفاقية على تحسين إدارة المرور من خلال تبادل الخبرات وتطوير أنظمة المرور الذكية وتحسين تنظيم حركة المرور في المدن. وستعمل البلدين أيضا على تطوير الساحات العامة وتحويلها إلى مساحات حضارية مبتكرة ومستدامة، حيث ستتم تنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية وتجديد الأماكن العامة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي. هذه الخطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات الودية بينهما، ومن المتوقع أن تحقق تقدما ملموسا في تنمية المدن وخدمة المصالح العامة للسكان. احتفلت الخطوط الجوية الإثيوبية أكبر شركة طيران إفريقية بالذكرى 78 لتأسيسها برحلة خاصة إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث قامت برحلتها الأولى في عام 1946. وشارك الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد مسفن تاسو وأعضاء الإدارة العليا وموظفو الشركة في تقديم خدمات ضيافة خاصة للمسافرين على متن الطائرة. وأكد السيد تاسو أن الخطوط الجوية الإثيوبية تمثل مصدر فخر ونجاح للأفارقة، فضلا عن كونها سفيرة للعلامة التجارية ورمزا للفخر الإثيوبي على المستوى العالمي. يذكر أن الناقلة الوطنية بدأت أول رحلتها إلى القاهرة عبر أسمرة في 8 أبريل 1946، ومنذ ذلك الحين استمرت في توسيع نطاق خدمتها وتطوير تكنولوجيا وأنظمة الطيران المتطورة.
وتمتلك الشركة حالياً أسطولاً حديثاً يضم أكثر من 147 طائرة، بالإضافة إلى أكثر من 100 طائرة حديثة جداً تحت الطلب. كما اقتنت الشركة أول طائرة إيرباص من طراز A350 إلى 900 وأدرجتها ضمن أسطولها. زكاة الفطر تعتبر من الأعمال المباركة التي تحقق فائدة كبيرة للمجتمع وتعزز الروحانية والتضامن بين أفراده. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بهجة الصباح تتسامى فيها الأفق والحياة تتلألأ بألوان النور، إنها فرصة. في دنيا مليئة بالحاجات والضيقات تبقى الزكاة شعلة من الخير والسعادة، فهي جسر يربط المحتاج بالكرم الإلهي وتجسيد للتكافل والرحمة بين الأفراد. إنها فريضة تتجلى في المال المكتسب، توزع بحكمة وسخاء في كافة الأوجه، تسد جوانب الفقر والعوز والشقاء، وتشعل شموع الأمل في قلوب المظلومين. والزكاة هي فرض يحرك المشاعر والضمائر، يذكرنا بأننا أخوة في الإنسانية. تعلمنا أن المال ليس مجرد تجميع بل وسيلة للعطاء والمساعدة والإحسان. قبل العيد عبادة قيمة بمناسبة إفطار صيام شهر رمضان المبارك فرضه على الأمة الإسلامية رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، كما ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على الصغير والكبير وعلى الحر وعلى العبد. فهذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري يدل على أن صدقة الفطر واجبة من حيث الشرع، من حيث الحكم الشرعي. تتولد الأمل والتفاؤل، تشتعل شموع العدالة والمساواة، تبني جسورا بين الأثرياء والفقراء، تتحقق التوازن والتعايش السلمي، وهي فرصة للتغيير والتحسين الجماعي. فلنعمل معا لنخلق عالما أفضل وأنقى، حيث يتلاقى الخير وينبت الأمل وتتحقق أهداف العدالة والسلام الأبدية. المساجد التي يصلي فيها تجمع لذاتها، مثلا رئيس لجنة المسجد يعلن أن من وهو واقفا على المصلين بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر أو في أي وقت يمكنه، يقول: من أحيائنا من سجلناهم مستحقين لقبول زكاة الفطر، من أراد منكم أن يعطي زكاة الفطر فليأتينا. فيجمعون الدقيق ويجمعون الشعير والبر، والتمر لا يوجد في هذا البلد إلا إذا كان عندكم في سمرة وضواحيها، فبالتالي يجمع بهذا الشكل ثم يوزع عبر المستحقين بعد تسجيل أسمائهم تعاونا من رئاسة المسجد للمسلمين. بهذا الشكل يوزع. يقول عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير وعلى الكبير وعلى الذكر وعلى الأنثى. لا فرق بين أن تكون ذكرا أن يكون ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا. فعلى ولي الأمر يجب عليه أن يخرجها نيابة عن ولده. ويأتي عيد الفطر وهو أكثر الأعياد بهجة عند المسلمين، لأنه يأتي بعد صيام شهر رمضان ويكون أول عيد في السنة يليه عيد الأضحى. مع أن هذا العيد مناسبة دينية، إلا أن الكثير من عاداته اجتماعية وثقافية وعريقة أيضا. العيد له بهجته وله سروره. عيد الفطر المبارك عيد قيم جدا، فيه الفرح وفيه السرور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يوسع على أهل البيت بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأن يعني يملأ البيت السعادة والفرح والسرور، و يعفو يسود العفو في البيت والتسامح فيما بين الأهل ما بين الجيران. وفيه سنن كثيرة وفيه مستحبات كثيرة جدا، ليس وقت شرحها هذا. لكن عموما بمناسبة عيد الفطر المبارك لا يسعني إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا لصلاة عيد الفطر المبارك، كما أدعوه سبحانه وتعالى يعيده علينا عاما بعد عام، والأمة الإسلامية ونحن كذلك على الصحة والسلامة والأمن والازدهار. دعت وزيرة العمل والمهارات مفرحات كامل الشركات الناشئة في إثيوبيا إلى تحقيق تقدم ملموس من خلال التركيز على الابتكارات التكنولوجية. مزيد من التفاصيل إكرام أول.
تسعى مبادرة ستارت أب إلى تعزيز الابتكار ودعم رواد الأعمال في البلاد من خلال دعم الشركات الناشئة وتقديم الدورات التدريبية، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة بفضل الجوائز والفرص التي تقدمها، ودورها الهام من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال في إثيوبيا، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وعلى الرغم من أن مبادرة ستارت أب إثيوبيا التي أطلقها رئيس الوزراء لا تزال في مرحلة البداية كمشروع وطني، إلا أن الحكومة تولي هذا القطاع اهتماما بالغا نظرا لإمكانية تحقيق التغيير في وقت قصير. وفي هذا السياق دعت وزيرة العمل والمهارات مفرحات كامل الشركات الناشئة في إثيوبيا إلى تحقيق تقدم ملموس من خلال التركيز على الابتكارات التكنولوجية. لدى إثيوبيا ثروات ضخمة قابلة للاستغلال، ومن خلال تلك الثروات يمكننا تصور مستقبل مستدام لإثيوبيا حيث تزدهر عبر العصور. ومن أجل خلق بيئة ملائمة للشركات الناشئة، أوضح وزير الابتكار والتكنولوجيا الدكتور بايسة بدادة أنه يتم الحصول على الدعم المالي من مصادر مختلفة بما في ذلك مراكز الابتكار. مرت إثيوبيا في مراحل متعددة من التطور والازدهار في مجالات متعددة، منها علم الفضاء والعلم النووي والأحياء والتكنولوجية، والذي يعزز اختراعا جديدا وإنشاء حلول مستدامة. ويمكن القول أنه ثم الإجابة على أبرز مسائل ومطالب الشعب. وأشارت مؤسسة مجموعة المبادرة العالمية لابتكار الشركات الناشئة جو غريفيث إلى جهود دعم الشركات الناشئة في إثيوبيا للانضمام إلى مبادرة الشركات الناشئة العالمية. في بداية شهر يونيو سيتم تنظيم منتدى ستارت أب على المستوى الدولي في أديس أبابا، وفي شهر أكتوبر ستجري منافسة تشمل جميع الدول الأفريقية في هذا السياق. كمجموعة ستارت أب ندعو جميع الأشخاص الذين لديهم الإرادة للمشاركة في هذا الحدث الكبير. رسالة إلى الشباب لاستخدام إمكاناتهم في بناء إثيوبيا أفضل. هل نحن نرسم مسارا للأجيال القادمة لنورث لها فخرا وشجاعة؟ لندعم بعضنا البعض في تحقيق التطور والازدهار المستدام في بلادنا. تجدر الإشارة إلى أن برنامج ستارت أب إثيوبيا سيستمر لثلاثة أسابيع متتالية مع فعاليات منفصلة. وتذكير بالعناوين: رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد يلتقي برئيس رواندا بول كاغامي في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الرواندية كيغالي. وزيرة الدولة للشؤون الخارجية تجتمع مع نائب وزير الخارجية السعودي. توقيع اتفاقية توأمة بين عاصمتي إثيوبيا ورواندا. الخطوط الجوية الإثيوبية تحتفل بالذكرى 78 لتأسيسها برحلة خاصة إلى القاهرة.